دون مفاجآت ودون منافس، لم يكن يفصل شرف الدين عمارة عن مبنى دال إبراهيم سوى صندوق الاقتراع. بمجموع 75 من بين 88 من المصوتين، اعتلى رئيس مجمع مدار رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى 2025. برنامجنا يرتكز على ثلاث أسس وعلى ثلاث أفكار أساسية: الإصلاح، العصرنة، والنجاح. نحن أتينا بمشروع للإصلاح، وعندما نقول إصلاح فنحن نقول أن هناك أشياء جيدة وهناك أشياء يجب إعادة النظر بها. رئيس الاتحادية الجديد وبعد انتخابه مباشرة وعد بمجموعة من الإصلاحات والتغييرات خدمة لكرة القدم الجزائرية. نظام المنافسة كله سيعاد النظر به. نظام المنافسة هو أصلاً اليوم نظام منافسة بروفيزوار، يعني نظام منافسة مؤقت. هناك مراكز أنشأتها الاتحاد، تنشأها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهي شيء أعيده، أعيد ما قلت، وهو شيء رائع. هذه المراكز من أحسن المشاريع التي أنشأتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وسنطورها، وإن وافقت الجمعية العامة وإن وافق المكتب الفيدرالي سنزيد منها. الحضور في الهيئات الدولية والدفع بالدبلوماسية الرياضية نحو الأمام من النقاط التي ركز عليها شرف الدين عمارة حماية للمنتخبات الوطنية والأندية الجزائرية. ستكون فيدرالية منفتحة على عالم كرة القدم في العالم، في الإقليم، في إفريقيا. سنمثل الجزائر أحسن تمثيل، سنمثل وسنحمي فرقنا الوطنية، وسنحمي نوادينا المشاركة في المنافسات الدولية. يدخل شرف الدين عمارة مبنى دال إبراهيم والمنتخب الأول يعيش فترات زاهية، لكن حال الكرة الجزائرية لدى باقي المنتخبات والأندية يدعو إلى التغيير وإلى إصلاحات جذرية.